السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف في معرض التركي للسيارات بمكة المكرمة. عرضنا اليوم بشكل سريع على نيسان ألتما موديل 2018 فئة الستاندا، أو بشكل أصح فئة الإس، وارد بترومير. راح نتكلم عن تفاصيله ومميزاته بشكل مختصر وسريع. بداية قبل ما نبدأ بشرح مواصفات السيارة، راح نتكلم عن منافسات نيسان ألتما من بعض الشركات، طبعا من شركة تويوتا، تويوتا كامبي، ومن شركة كيا، ومن شركة كيا أوبتيمو، وهونداي سوناتا، ولا ننسى بعد هوندا كوب. هذه من أكثر منافسات نيسان ألتما، أو السيارات بفئاتها بشكل صح. والحين نبدأ معكم بشرح مواصفات المحرك. المحرك 4 أسطوانات دفع أمامي، 2500 سي سي، بالنسبة للعدد الأحسن في 182 حصان. نعرض لكم المحرك بشكل سريع. 4 أسطوانات دفع أمامي، 2500 سي سي مثل ما قلنا، وعدد الأحسن 182 حصان. نجد مواصفات الخارجية. الإضاءة العالية والواضحة هيلوجين وبدون كشافات، جنود كروم، هناك في المقابض طبعا بشكل كامل على جميع الأبواب، وتشغيل عن بعد، تشغيل عن بعد، وتشغيل عن بعد، ودخول ذكي، دخول ذكي. مواصفاتها جدا جميلة. بالنسبة لفتحات العادم، ففتحتين عادم. طبعا الفئة اللي هي أعلى من هذه مباشرة SV أو النصف، اللي تتميز عنها حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا وشاشة، وجنوط كروم مقاس 17 إنش. هذا بالنسبة للمواصفات الخارجية. نجي لتقييم السلاكة القطبية. تقييم السلاكة القطبية طبعا التقييم ممتاز بلس 16.6 كيلو لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز. الفين وثمانتاش دفع أمامي، 2500 سي سي. والحين نجي لمواصفات الداخلية. نبرز تفاصيل الداخلية. مراتب مخمل تحكم بها يدوي، نوافذ، مرايات كهرباء، نوافذ مرايات كهرباء، وتحكم بالدركسون، مثبت السرعة، التشغيل زر، طبعا غير سيفتي، بدل النظارة، إضاءات السقف LED، الشماسات بمرايات بعد، طبعا فئة الفل كامل جاية مواصفاتها رهيبة. تقريبا هذه المنطقة كاملة، الكونسول الوسطي كامل تخشيبة، ولون تخشيبة بعد في الدركسون. فئة الفل كامل جميلة جدا لأبعد حد، لا توصف. فتحات تهوية بالدرج، طبعا هذه فئة الستاندر مثل ما قلنا، مدخل USB UX،
نيوكليوس ممكن تقل 12 فولت. عدد الرحلات هذه بالنسبة لمواصفات نيسان ألتيمم. طبعا عدد المكبرات الصوت 4 مكبرات صوت. هذه بالنسبة. وبكذا تممنا حلقتنا عن نيسان ألتيمم موديل 2019 فئة الستاندر وارد بترومين. كان معكم يوسف بمعرض تركي للسيارات في أمان الله.